اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الفكر هنا ان احنا ازاي نعمل باقل تكلفه اطباق سهله وبسيطه ومتنوعه ولها شكل مختلف عشان ترضي كل افراد الاسره. معانا النهارده الشعريه هنعملها بالجزر مع المكسرات، ممكن فول سوداني ممكن زبيب، ولكن الشعريه هنا بالتاكيد هيكون طعمها مختلف. معانا النهارده اللحمه المفرومه والبطاطس، كلنا عارفين صينيه البطاطس باللحمه، ولكن بنفس المكونات هنعمل حاجه اسمها من المطبخ الطلياني البطاطا الجراتان باللحمه المفرومه، يعني البطاطس الجراتان باللحمه المفرومه بتاخد بشاميل وبتاخد فليفر وطعم لطيف جميل جدا. المفاجاه بقى النهارده معانا الكريز. الكريز ده ممكن يكون سعره غالي شويه، هنعمله النهارده ايس كريم بالبسكويت، هيعجب حضراتكم ان شاء الله، وافكار كتيره جدا لعمل الايس كريم بالكريز هنشوفها مع بعض، ولكن الكريز للامانه معانا في الديب فريزر بيتجمد، عشان فكره الايس كريم لازم تكون الفواكه مجمده مبرده بنضيفها على الكريم شانتيه، دي الف باء عمل ايس كريم بالفواكه. هستاذن حضراتكم خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل مفاجاه الكريز الجميل الحلو هنعمله ايس كريم في البيت طبعا بطريقه سهله وبسيطه. معنا لحمة مفرومة هنعمل البطاطا جراتان، وكمان الجزر هنزاي يتعامل مع الشعرية طبق لطيف أو طاجن، هنشوف الكلام ده مع بعض إن شاء الله. ودايما الشيف المغازي نقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. على الشعرية ما تتحمر مطلوب مننا نعمل آيس كريم. هل الكريز هنا يتحط ني مع الآيس كريم؟ تعالوا نشوفه مع بعض هنعمله إزاي. نشوف مقادير الآيس كريم بالكريز أو بالكرز الأحمر، مقادير على الشاشة، مقادير موجودة. كريز، كريم شانتي، كريم شانتي، بسكويت بالشوكولا، حلو، ومعانا حليب مركز في المقادير. وتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقادير الايس كريم معانا يا شباب، حلو، مقادير الايس كريم معانا، نولا، يلا مع بعض، كريز او كرز، معانا كريم شانتيه، معانا حليب مركز، حلو، شوية فانيليا، دي المقادير البسيطة السهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة. معانا بسكويت بالشوكولا وبسكويت عادي حسب الرغبة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. أول حاجة باخد الكريز الأحمر ده كده وبحطه على النار. حلو قوي بجد يا شيف؟ آه، عشان آخد اللون الأحمر بتاعه وجمال اللون بتاعه، ونشوف هناخده إزاي مع بعض. أول حاجة بحط معلقتين. هو ده سؤال حلو قوي جميل جدا. في الفريزر، لأن الكريز من اللي في الجو الحر ده لو قعد بره شوية ريحته بتتغير. فإحنا عملية التبريد مهمة جدا. ده السكر معانا. بنحط على السكر ده عصرة ليمون. هنعمل الخلطة بقى بتاعت الآيس كريم، وأدي الكريز معانا. يشيل طبعا الحاجات دي كده. يعني عندك الفواكه زي المشمش، زي الكريز، زي الخوخ، ده ما يتسابش بره في الجو الحار ده. بالشكل ده كده. طبعا تشيل منه النوايا الصغيره، ده اساسي. ده متشال منه النوايا زي الفل. بناخده زي ما هو كده مع السكر بتاعنا اللي بالكراميل ده كده اهو. نشوف الكراميل اخباره ايه. نبص على الكراميل بقى. بنحط على الكراميل ده شوية عصير ليمون قبل الكريز. ايه الصورة الحلوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شيل دي من هنا. حلو الكلام؟ ادي السكر، ادي قصدي عصير الليمون. واسيب السكر او الكراميل يدوب بقى مع عصير الليمون. شفت الجو ده كده؟ وانزل بالكريز بتاعنا. الله. ونسيبهم على النار كده، نار هادية. هتلاقي ده استوى دلوقتي ويديك اللون الحلو، لون دم الغزال. يا دم الغزال. لسه زي الفل، خليها على النار. شفت هيبدا يدي. بص شوف الحمار. هو ده بدأ الحمار ينزل ازاي في ارض الكسر. شفت الجو ده؟ هو ده. اديني هسه مش هتلاقي خالص مكان او هتلاقي اثار للكراميل. شفت الحلاوة؟ هبدأ بقى اخد ده كده واخلطه على الكريم شانتيه، ويبقى انا عملت الايس كريم بتاعي بالكريز الاحمر. شفت بهرسه كده.
يعني بعد شويه وريني الكراميل اللي فين. اه باش بدا يسي اهو ده، شفت الشقاوه بقى، هي دي الخبره الطويله. ما ينفعش احط ميه. واسيبه على النار. شفت الحلاوه دي كده، كاني بعمله مربى. بسيبه على النار، شفت الحلاوه دي وشفت الجمال ده كده، بحط شويه فانيليا، ذره فانيليا في قلبيه. الفانيليا طبعا مهمه جدا، بتديني طعم. في قلبيها كده، حلو خلاص، حلو. شيل كل حاجه من هنا بقى عشان نوسع للايس كريم. ايوه حبيبي حبيبي حبيبي، الله الله، هو ده. بص على الحلاوه بالله عليك، فين الكراميل اللي انت كنت خايف تجيبه؟ مش خايف يعني، مراعي مشاعري، انت برنس والله. فين فين بالله عليك؟ دب دوب اهو ده. الله 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 الله. شفت السائل ده كده هيزع كريم شطيه دلوقتي. ايه اعمل ايه انا بقى؟ تركيه وهي مش مكتوبه في الـ في الـ في المقرر يعني، بره النص، خلي بالك. ايه هي بقى؟ شويه زبيب. زبيب يا شيف. ده العنب البناتي. دي مش موجوده يا استاذ رحاب، اكتبيها. وده برضه اختيار. لقيت الزبيب في طريقه، حطيت شويه. يا سلام لما اكل، يا سلام لما اكل ايس كريم والاقي حبايه زبيب حلوه كده تحت اسناني وانا باكل. شفت؟ تنزل مع الكريز الحلو ده، هو ده. هناخد ده زي ما هو كده. خلي بالك المعلاه واي حاجه زي اللون، هتلاقي كل المطبخ عندك كريز احمر. ده لون طبيعي بقى، لون دم الغزال طبيعي. نعمل ايس كريم مع بعض. كريم شانتيه، حليب مركز، بسكويت بالشوكولاته، وعندنا الخلاط بتاعنا اللي هنشتغل فيه، وعندنا كاسات بتاعتنا. الله، وعلمتك ازاي تعملي ايس كريم بالكريز. خلي بالك انا حاطط عصره ليمون في الاول خالص عشان المزازه بتاعت الكريز وتعرضه للسكر الكراميل. بعمل عمليه توازن بين السكريات والحوامض. زي الفل يا عم الشيف. هنسيبه يبرد شويه للامانه، عينيا وانا مخلص، ما تقلقوش. هنسيب ده يبرد شويه. ممكن نعمل حاجه حلوه. نعمل ايه؟ نكسر عليه البسكويت بالشوكولاته. انت كده عرفت انا هعمل ايه؟ هنكسر عليه البسكويت بالشوكولاته عشان وقتنا قرب يخلص. وهنا الناس الطيبه دي ما بترحمنيش في الوقت. وقتك خلص ما نعرفكش. قبل الوقت ما يخلص احنا ايه؟ حلوين زي الفل، زي الشربات. حلو الكلام؟ هعمل ايه يا عم الشيف؟ اكسر البسكويت ده كده. ده هيتقلب على الكريم شانتيه ويتحط في التبريد. الله. كفايه بسكويت، كفايه بسكويت، ونقلبه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وننزل بيه فين يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه، شويه حليب مركز زي الفل. وننزل بيه هنا على الكريم شانتيه. بص على الحلاوه، بص على اللي بالله عليك، بص على الشقاوه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هو ده هو ده. ده هيرجع تاني الديب فريزر. الله. ونقلب التقليبه دي كده بسرعه. شفت الحلاوه؟ ده الايس كريم. الله، في طعم الفانيليا، كريز الاحمر الحلو، شويه الزبيب دول ما اعرفش جم على خاطر ازاي. لا خالص يا فندم. مش محتاج ده، بالالوان دي بالعكس. ممكن نحطه في الكاسات على طول زي ما انتوا حابين. في الكاسات والله، بس خليك عارفه انت في البيت احسن مني، معكيش لا مخرج ولا حد هيقول لك الوقت بتاعك. حطهم في الديب فريزر لمده نص ساعه زمن، تبريد عالي. ايس كريم. ده المفروض يخش الديب فريزر شويه. طب ده يتاكل كده دلوقتي؟ يتاكل على مسؤوليتي. اقول لكم على حاجه حلوه بالامانه، بس دي اللي بيشوفوني بس دلوقتي. في صودا، معلقه من دي في قلب كاسه، وافتح عليها ازازه صودا. انتوا عارفين الصودا، وبالف انا وشفا مش هكمل الباقي. تاني، معلقه من دي في كاسه، في كوبايه يعني، وعندك ازازه صودا بيضه، حطها عليها وبالشاليمو وقلب الصغير لا يتحمل. ده ايس كريم. الشعريه
نغرفها دلوقتي يا فندم. طلع دلوقتي البطاطس، كل حاجه هتطلع دلوقتي حالا، ما تقلقش. المال الحلال ربك بيبارك فيه. انت بس خش المطبخ بحب يا ست الكل، يا امي، يا ست الحبايب، يا طيبه انت، كل حاجه تطلع معاك حلوه. نيتك تعملي حاجه حلوه هتطلع الحاجه حلوه. اخد الكريز ده كده احطه على الوش. الله، عينيا دلعك. بهدي لك واحده بعد ما نخلص منك. ايه الحلاوه دي؟ بسكوته بسكوته بسكوته. يلا خلصنا، شيل ده، نغرف بقى الباقي معانا. حاضر، اهي اهي اهي، هو ده اللون اللي انا عايزه. مرزه، خليها هنا مكانها زي هنا. اهي تفاصيل صغيره، دايما الشيف المغازي يبهرنا ويبدعنا، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.